العامة قد وصلت إلى هذا المكان وعاينته لكفتنا مؤنة الطلب الاحتياطي الذي طلبناه بإجراء المعاينة العامة، لأثبتت مظاهر هذه المظاهرة وكيف حدثت هذه المظاهرة، أين تبعد الأبواب؟ أنا من مدينة أسيوط وأعلم علم اليقين أن بين البوابة والبوابة التي ذكرها السيد محرر محضر الضبط ما يزيد على النصف كيلو، وأعلم علم اليقين أن هذه البوابة مسدودة بالأسمنت والطوب، وأعلم علم اليقين أنها غير مفتوحة ولا علاقة لها بها ولا علاقة لها بمثل ما قاله السيد محرر محضر الضبط. لو أن النيابة العامة انتقلت فأجرت معاينة كما أوصى القانون بذلك لكفتنا مؤنة ذلك ولكفت المجتمع شرور أن نقع في المزلات وأن نهوى في الحفر وأن نوجه الاتهامات للأبرياء وأن ندين وأن نوجه الاتهامات للأبرياء أو نحاول أن نرصق التهم بالشرفاء، ولكن هذا لم يحدث مخالفة للقانون لقانون الإجراءات الجنائية الذي أوجب حين التلبس بجريمة الانتقال للمعاينة. سيد الرئيس، أما عن حديث التناقضات في هذه الواقعة فهو حديث كما قال الشاعر: أودعت ما لو قلته لي قلت لك، هذا لعمرك كله هزيان لا يكاد يستقيم دليل ولا تكاد تثبت حجة في هذه الأوراق إلا وطالتها التناقضات. سيد الرئيس، تعالوا لنرى التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني. هناك أكثر من تناقض قد ورد. أول هذه التناقضات فيما يخص إصابة السيد النقيب المصاب الذي قد أصيب في هذه الواقعة. ورد في هذه الواقعة ثلاثة تقارير طبية: تقرير طب ابتدائي وتقرير طبي ابتدائي آخر، الفرق بينه وبين الابتدائي الأول 7 أيام، 3 أيام، ثم بعد ذلك تقرير الطب الشرعي، وكل تقرير يخالف الآخر. بداية جاء التقرير بوجود كدمة بالساق اليمنى، علاوة على ما في التقرير من تجهيل، أنا مش عارف مين اللي ماضي عليه حتى الآن، ماضي كورما ومش عارف مين الطبيب اللي ماضي عليه. والتقرير في حد ذاته بالنسبة إلي كدفاع محل شك، إذ أنه صادر من مستشفى الشرطة، وهذا الرجل رجل يعمل في الشرطة، فأنا أشك في مثل هذا التقرير بطبيعة الحال. وليكن ما يكون، ليكن هذا التقرير سليما، ليكن قد حدث كدمة كما جاء وتورم بالساق اليسرى أعلى الركبة كما جاء في التقرير، لكن أن يغيب الضابط 3 أيام ثم يأتي بتقرير آخر يقول أن هناك جروحا وخدوش في مكان الإصابة، هذا ما لا يقبله عقل. يعني أنت في أول الواقعة كل اللي شفناه كدمة، تغيب 3 أيام وتجيب لنا جروح؟ من أين أتت هذه الجروح؟ وما علاقتها بالواقعة؟